كذا القيامة لهم ينوضونهم لما يجوا ينوض الناس تعظيما لهم. نعم. قالوا وإذا كان حال الميل في الجملة إلى من وجد منه ظلما ما جملة أي ظلم في الإفضاء إلى مساس الناس بالنار يعني أي ظلم يقع من أي واحد من الناس ظالم ويميل الإنسان فتمسونه فما ظنك بمن يميل إلى الراسخين في الظلم كل الميل وفعل كما نشوف اليوم يعني الصالحين والعلماء والدعاة في السجون والرقاسين والمغنين والسمو والفجار والفساق وكذا وكذا يعني عندهم كامل الحرية ولا حول ولا قوة. قال ويتهالك على مصاحبتهم ومناداتهم ويتعب قلبه وقالبه في إدخال السرور عليهم ويستنهض الرجل والخيل في جلب المنافع لهم ويبتهج بالتزي بزيهم والمشاركة لهم في غيهم ويمد يمينه إلى ما متعوا به من زهرة الحياة الدنيا الفانية ويغبطهم بما أوتوا من القطوف الدانية غافلا عن حقيقة ذلك يعني أن هذا من الركون إلى الظلمة وأنه ستمسه النار ذاهلا عن منتهى ما هنالك وينبغي أن يعد هذا من الذين ظلموا لا من الراكنين إليهم لا من الراكنين إليهم هو يعني واحد من الظلمة هذا اللي دي الحوايج هذه للظلمة هو واحد من الظلمة قال كما قيل يعني أو كما قال رجل لسفيان سفيان الثوري رحمه الله من يعني التابعين من رواة الحديث قال له رجل إني أخيط للظلمة أنا نخيط لهم لبسة تحمى الظلمة هذا الحكام والولاة وكذا وكذا في ذلك الزمان يا جماعة لا إله إلا الله في ذلك الزمان اللي كانوا فيه الأئمة يعني قائمين بالجهاد وقائمين بالعلم الشرعي ويحكمون شريعة الله عز وجل فهم يعني يحافظون على عقيدة المسلمين ويدافعون عن المسلمين ويقوموا بالزكاة يعني أحكام الشرع كلها مطبقة قائمة هذا قالوا غير نخيط للظلم هذا يظلم الناس نخيط من لبسة تعب قالوا هل أنا من الظلمة فهل أعد من 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 يعني من 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 أعوانهم هل أنا أعد من أعوان الظلمة قال بل لا أنت منهم أنت من الظلمة أنت تخيط لهم بارك قال لا أنت منهم والذي يبيعك الإبرة من أعوانهم اللي يبيع لك الإبرة اللي تخيط بها هذاك هو اللي من الأعوان أما أنت أبدا متخيطة أنت منهم ها لا الحمد لله علاش لا 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 بس الحمد لله سبحان الله قال وفي الخبر من دعا لظالم شوف هذا المعنى العظيم قال الخبر ما ذكرش يعني أنه يعني أثر الحديث ولا شيء من ذلك قد يكون كلام أحد يعني الصالحين المتابعين أو الصحابة شيء من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه وشوفوا جماعة من فوق المنابر اللهم كذا اللهم كذا ولا حول ولا قوة نستنتج يعني من هذا يعني المسألة لاحظ يعني غير هذه الآية اليوم يعني فقط ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار ما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون استنتج يعني فعلا موقفين الموقف الأول وهو أن الظلم شرك ظلم شرك دائما يعني كما قال ابن عباس كل ظلم ورد في القرآن الكريم فهو بمعنى الشرك لكن لماذا نحصر الشرك في مفهومه المتبادل احنا دائما نحصر الشرك إلا في يعني قال أن يعبد غير الله أو يعبد مع الله غيره أو يتخذ لله ندا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونقف هنا
بالتالي معناها كل واحد مش مسلم مش مؤمن فهو مشرك وخلاص. بالتالي هؤلاء هم الظلمة الذين تعنيهم الآية، لكن ليس ذلك بصحيح. فالظالم لما عبد هواه، الظالم عبد هواه وتكبر على عباد الله تبارك وتعالى وغمط الناس وبطر الحق وقهر وتجبر وعبد الناس له، كما ذكر الله عز وجل في قصة موسى لفرعون، قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. فعلا فالظلمة يعبدون الناس لهم، هذا هو القهر، هذا هو القهر، وهذا هو الاستخفاف كما سمى الله تعالى. فاستخف قومه فأطاعوا. نعم. إذن فالظالم لما عبد هواه وتكبر على عباد الله تعالى وغمط الناس وبطر الحق وقهر وتجبر وعبد الناس واستخفهم فأطاعوا، ألا يعتبر كل هذا ظلما شركا؟ هذا هو الشرك بعينه، وإلا فما هو الشرك إذا لم يكن كذلك؟ بل هو نتاج الشرك. إذا هذا الظلم هذا اللي ظاهر هو نتاج الشرك، لأن هذا الظالم لو عبد الله حقا وأخضع نفسه لله تعالى هو نفسه لما فعل هذه الأشياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن يعني الكبر يعني أو لا يدخل الجنة متكبر، لا يدخل الجنة متكبر لأنه فعل هذه الأشياء. وبالتالي فالظلم شرك مهما كان ظهر من يعني إنسان يعني كافر في الأصل أو ظهر من إنسان مسلم. أنا أتذكر مرة يعني واحد يعني رديت عليه بهذا الآية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، فقال لي الشيخ راك غلط، المقصود بذلك المشركين، المقصود بذلك المشركين يعني المشركين فقط الذين يعبدون غير الله هم اللي ما نكرش، معناها يعني أن الظلم الآخرين اللي يعبد الله ولكن يظلمون الناس ويقهرون الناس ويعبدون الناس ويخرجون على شريعة الله عز وجل، هذا يعني معناه لا بأس إذا أكلنا إليه فهم ليسوا بظلمة. انظر هذا الفهم العجيب الغريب. إذن فالظلم شرك. ولاحظ أيضا الآية التي ذكرها الله تعالى في يعني في قصة إبراهيم في محاجته لقومه، وش قال الله عز وجل؟ لا 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 لا، قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا، يلبسوا قال يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بظلم بالشرك، طبعا فسرت بالشرك، والشرك بهذه المعاني كلها كما كنا نتكلموا قلنا قبل اليوم، يعني كثير يعني من المسلمين يعني إذا ما قدمت شيئا لنفسك وهو من مساخط الله عز وجل فقد وقعت في الشرك، شرك خفي، هذا يسمون العلماء شرك خفي. نعم أي كما يقول بعض العامة شوية لله وشوية لعبد الله. نعم هكذا هنا أحمد، بينما الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. وبالتالي فإذا ما أسخطت الله عز وجل ورضيت نفسك فقد أشركت شركا خفيا، هذا معنى عظيم. وذكر ولذلك ذكر الشيخ ابن القيم وذكر حتى شيخ الإسلام قال المسلم قد يقع منه يعني إيمان ونفاق وشرك وشرك، تخلص فيها حالات، لأن يعني المؤمن مطالب أن يكون دائما على شعبة من شعب الإيمان دائما، لكن قد يضعف في بعض الحالات فيفعل أشياء قد تقع ضمن يعني معناها المعاصي وذلك الشرك الأصغر الشرك الخفي وغير ذلك من هذه المسائل. نعم هكذا.
هذه الأولى. المسألة الثانية، كل ما قاله السلف من علماء الأمة قديما في مسألة طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم وحكم المتغلب عليهم وغيرها من هذه الأحكام، كلها في الحقيقة كانت تدور في فضاء ما يسمى بالفضاء الإسلامي قديما، يعني في ضمن الحضارة الإسلامية، كل ذلك يعني فعلا يعني معقولا مقبولا للشهادة العلماء في ذلك الزمان، يعني كما قلنا يعني فعلا كانوا حكاما قائمين بالكثير من أحكام الشرع. لكن زماننا نعيش في هذا يا إخواني وقعنا في كارثة كبيرة جدا، وهي هذا القطيعة قطعتنا يعني فعلا هذا المنحوسة هذه أوروبا هذه، قطعتنا عن تاريخنا وعن عقيدتنا وعن ديننا وعن يعني أصولنا وجذورنا وربطتنا بها. اليوم كما تشوفوا اليوم قوانين أنظمتنا يعني فعلا مناهجنا في التربية في الاقتصاد في السياسة في الثقافة في بناء المجتمعات في تنظيم الدول في تنظيم المدن في كل شيء، إنما هو أنظمتهم هما. وبالتالي يعني ما عاد عندنا حتى شيء احنا يعني. وزادوا علينا ايضا يعني هذا العلمنا هذا النفي المقدس كما يقولون، ما تدخلش الله عز وجل ولا شريعته ولا الانبياء ولا شيء من ذلك في ما يخص، يعني الانسان يستطيع ان يقوم بنفسه ينظم حياته دنياه كلها بنفسه لا دخل لقوى غيبيه اخرى. وهذا هو التعطيل اللي كانوا يتكلموا عليه علماءنا قديما، وقالوا التعطيل شر من الشرك. أي دولة تنظم المتحدة قوانين المتحدة تسمو على قوانينها بالضبط، إيه لازم تخضع لقوانين الأمم المتحدة، ما يسمى بالشرعية الدولية اليوم. ما عادش كاين شريعة إسلامية، شرعية دولية هي كارثة. وتشوفوا اليوم هذه الأيامات في قطر وش وقع بركا، غير ما قبلوهمش المثليين وحشاكم الخماج نتاع الفجار تاعهم، شوفوا واش دايرين في العالم، يعني بالذراع تخضع لي انا وقوانيني والقيم نتاعي وافكاري ويعني تنظيماتي انا، ولو كانت لا انسانيه ولا ادميه اخضع هكذا. وبالتالي هؤلاء الذين يكلموننا اليوم عن احكام الشريعه في هذا المساله، نقول لكم راكم يعني كما يقولوا تغردون، يعني معناها بعيد خارج السر كما يقال، نعم هكذا. وبالتالي ف يعني نحتاج الى الشهاد يعني معاصر وعاصرنا ويفهم واقعنا. لكن مليح يا اخواني دائما نقول بلي، وهذا هو المشكل اللي ماناش فايقينه الان يعني للاسف، وهذا اللي يخلينا باردين، كان الامور الحمد لله رب العالمين الدنيا بسلام والحمد لله رانا مؤمنين ومسلمين ويعني فعلا يعني في امن وسلام ويعني نعيش في نظام ما شاء الله راضين عليه وكذا وكذا. وش السبب هذا؟ السبب انه ماناش عارفين التحدي اللي نعيشينه. لو جينا عارفين التحدي اللي نعيشوه بهذه المعاني اللي نقول فيها الخطيره جدا، ما تشوفوش ارواحكم يا اخواني انتم في هذا الزمان، شوفوا لاولادكم ولاد اولادكم والاجيال اللي جايهم بعد كارثه. كما حدثني واحد ما عندوش واحد شهر تقريبا جا من فرنسا، عنده سنين ويعيش في فرنسا، قال لي كي ولادنا راه مازالوا يصلوا ويصوموا رانا اللهم لك الحمد. ما عادش نسقسوا، قال لي الطفله دايره اصحاب والله الطفل داير صاحبان، ما عادش يهمنا ذاك الشيء هكذا. قلت له هذم ولادكم فكيف باحفادكم؟ ها واحفادكم ومن بعد ولاد ولادكم هذم كيفاش كيجوا؟ ومن بعد حكيت له قصه الافغان اللي راحوا لاستراليا في القرن الماضي، جدودهم الاولين كانوا يشروا الاراضي ويبنوا عليها مساجد وعن الاولاد من القران والعلم الشرعي وكذا وكذا، راح الجيل الاول الجيل الثاني الجيل الثالث، اصبح احفاد الاحفاد وش عاد يديروا؟ عادوا يبيعوا في مساجد اجدادهم، ذابوا في المجتمع. فكذلك نفس الشيء. واليوم ملاحظوا القوانين اللي عاد عندهم الخبيثه هذه، عادوا اي واحد يعني يعرفوا باللي معناها تعامل مع اولادهم تعامل معناها غليظ
ينحوا لك ولدك بالذراع ويروحوا يريدوه يعني كما يقولوا مراكز خاصه لتربيه الاولاد. نحوا لك ولدك معاش ولدك عاد ولد الدوله هنا اريد الراي ما تقدر عاد يعني الواحد يخاف يقول كلمه قدام ولده. كما حد سمعت واحد يتكلم قال جا من بلجيكا شاف غير اولاد طلعوا في العمود هذاك تعني في الاعلام تاع حشاك مثليين داروا في المتوسطه ولاد نصارى طلعوا الجبال لهذاك العمود وقطعوا هذاك العلم. ولد المسلم قاعد يشوف فيه ويضحك طفل صغير شوف ويضحك ما دار حتى حاجه وقاعد حتى وعقوه. هذوك الجولات خرجوه من المدرسه الساعه كيفاش تعتدوا على الحقوق؟ إيه حقوق وطفل هذاك المسلم عاقبوه غير ما انا واضح. قالوا علاش ما نهيتش عن المنكر؟ لازمك تنهي عن المنكر. اي نعم. فيقول الوالد نتاعو الوالد الطفل المسلم يحكي هذا اردني هو يقول خايف نتكلم قدام ولدي ونحذر من الحوايج هذيك خايف من ولدي لو يقول قدام اصحابه واصحابه راح يقولوا لوالديهم يجوا يبلغوا عليه ويبلغوا علي انا يخطفوا لي ولدي. فعاد يقول لي السيد اللي كان يقولنا تاع فرنسا هذا يقول لي والله الناس اللي زربوا هربوا باولادهم وهم صغار ورجعوا البلاد هذوك احسن ما فعل احسن ما فعل لما رجعوا البلاد. هكذا يا اخوان. إذن فالامر عظيم خطير لابد ان نعرف التحدي تحدي اللي نعيشوه في هذا الزمان. شوفوا يعني معناها المسلمين يعني لما كانوا في وقت الاحتلال لان كان العدو قدام قبلهم مباشره صباحا مساء يشوفوا فيه العدو معاه يسكنوا معاه في الشوارع وكذا وكذا يحقروهم ويديروهم. فكان تحدي عارفين باللي مقاصدينهم في دينهم مقاصدينهم في تاريخهم مقاصدينهم في بلادهم مقاصدينهم في كل شيء. يريدون ان يمحونا من الوجود ان يمحقونا ان يعني فعلا يمسخونا من كل شيء. فكان تحدي تلقى واحد يعني شو يعني رغم الفقر المجاعة يعني الجهل الأمراض قلة الوسائل يبعثوه مش عارف أنا من هنايا من تقرت ولا من قمار ولا مش من أي بلاصة من الواد يبعثوه القرية نائية في بلاد تيزي وز والله في بجاية باش يعلم الأولاد ويروح بمصاريفه الخاصة لأن يعني عرف فعلا يعني أن هذا هو الجهاد. كان تحدي عرفوا التحدي فجابه التحدي فانظروا ماذا فعل. حنا للاسف ماناش فايقين بالامر هذا. شوف بالامر عادي والله الدعوه راهي مريقله كيما رانا نقولوا لبعضنا مريقله اي مريقله يعني. الامر هذا ما نشوفوش احنا بعد نشوفوا يعني كيما يقولوا في اولادنا واحفادنا ولا حول ولا قوه الا بالله. دول الخليج هذه المدارس العالميه اللي انترناشونال سكول يجيبوا اساتذه من عندهم اجانب ويدرسوا ويجوا العرب المسلمين ياخذوا اولادهم وعلمهم ثقافتهم. هاي شفت كيفاش؟ يعود وعند المسابح كما في وسط القرى اللي يسكنوا فيها ولا اللي يقروا فيها يعود ولد يعود مع مثلا مع بنت مع المدرسه تاعه شوف مثلا اللباس تاع السباحه شوف امور يعني كثير وانت وعي العرب المسلمين يدرسوا ويدخلوا اولادهم في المدارس هذه وعادي يقول لهم تعلموا ها؟ اي نعم نعم هذه في قطر. اي نعم. وهذه نفس الشيء ثاني حتى تلاقي في عندنا حنايا تلقى هذه المدارس الخاصه اللي يعني على تصير وفق نظام فرنسي ولا موجوده حتى احنا عندنا. نسال الله تعالى ان يردنا الى الحق ردا جميلا وان يلهمنا رشدنا وان يقينا شر انفسنا. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.